انا بحس ان العيال لزقالي مهما كان سنها، هي حاجة حلوة، معناه ان هما مثلا ايه بيحبوني، بس عند نقطة معينة مبقاش عايزة حد يحبني. بس انا ببقى عايزة اخلص المواعين، ببقى عايزة اكلهم، ببقى عايزة اتحرك بالمكنسة من غير ما يبقى في حد راكب فوق المكنسة والتانية واقفة بتعيط عايزاني اشيلها وانا ماشية بالمكنسة، فبحسها جودزيلا. انتي بتقولي من كام يوم: ماما انا ساعات بحس ان انتي اخطبوط عشان عندك 8 ايدين. اول حاجة، الطفل اللي لازق في مامته وعايز يتشال قوي بنقسمه مرحلتين: مرحلة للبيبي اللي لسه خالص اول 3 شهور، ده لسه طالع من بطن مامته، في الوقت ده بتلاقي ناس بتقولك لا اوعي تشيليه انت كده هتبوظيه، وناس تانية بتقولك شيليه طول الوقت. انا بحب الوسط يا جماعة، الوسط حلو، ليه لازم نبقى راديكال يعني نروح في اتجاه من الاتجاهين؟ فكرة انه لا بلاش تشيليه وهو لسه مولود، لا ده مش منطقي ومش طبيعي، لانه انا قلت لكم في فيديو قبل كده ده ابني انا مش سلفاه، طبيعي ان هو لما يعيط ويعوز حضني يلاقيه. هو انا اصلا لو ما لحقتش احضنه في السنة الاولى غالبا، يعني في السنتين الاولانيين غالبا ما بلحقش احضنه بعد كده، لانه بيجروا بقى وحاسبي بقى يا ماما وخنقتينا وكفايه بص بقى يا ماما، بيعملوا حاجات مستفزه جدا. اذا جت بنتي السنتين الصغيره بقول لها ايه: هاتي بوسه يا امي. قالت لي: مش وقته ماما، مش وقته. فلا الحقوا طبعا، الحق احضنهم عادي. هي الفكره انه الطفل اول 3 شهور من عمره كان المفروض اصلا يعيشهم في بطن ماما، يعني هو عشان يكتمل قوي ويكبر وادراكه يتنمى وكل حاجه فيه تخلص كان محتاج يعيش سنه في بطن ماما. بس هو لو فضل سنه في بطن ماما مش هيعرف يخرج من كتر ما هو حجمه هيبقى كبير جدا، خصوصا راسه. فسبحان الله ربنا بيخرجه بعد التاسع، بس اول 3 شهور من عمره لما يتولد اعتبريه كان لسه جوه في بطنك. هو بيبقى محتاج يسمع دقات قلبك زي ما كان جوه، محتاج يشم ريحتك، محتاج يتحط في حضنك، محتاج يسمع صوتك اكتر وقت ممكن، ففعلا بيبقى محتاج حضنك طول الوقت، ده طبيعي. بس ده برضو مش معناه ان انا افضل شايلاه قايمه نايمه بيه، لانه ده برضو مش حلو لظهره ولجسمه. احضنه لما يعيط، واحنا كده كده لو تحسبي الوقت اللي بنحضنهم فيه اول 3 شهور بيبقى كتير جدا، لان هو بيرضع وبعدين يتكرع، بعدين يجيله زغطة، بعدين ترضعيه تاني، بعدين يقوم عامل، بعدين تغيري، بعدين ترضعي من الاول. لما تحسبي شوية دول تلاقي نفسك 3/4 اليوم شايلاه، فتمام انت خلصتي النصاب الطبيعي بتاعك، ما تقلقيش. لو نام عودي نفسك على العادة بتاعت انه ينام على السرير بدل ما ينام على حجرك. يعني في نظام الجدات زمان ان العيل نايم على حجر جدته، بتتقال كده بالبلدي العيل نايم على حجر سته، فهو بيطلع فلا خلاص هو نام خلاص حطيه بقى. لو هو عنده ارتجاع على كتفك شوية اوكي بعدها حطيه 45، يعني ادي العادة بتاعت يا حبيبي انا بحبك، بس صور الحب مش بس في الشيل، انت ممكن تنام والعب في راسك، ممكن امسك ايدك الصغننة ابوسها، ممكن اجيب باونسر بعد ال40 كده، اجيب باونسر او مرجيحة للبيبي لو امكانياتي سامحة، وهبتدي اعوده ان هو يقعد فيها. في الاول هيزمزق، بعد شوية هطبطب عليه، بعد شوية هبتدي اشغل المرجيحة، فيبقى عارف انه ممكن في وقت هو بيقضيه جنبي على الباونسر او الحاجة او على السرير، وفي وقت تاني ماشي خدت حقك في حضني، ده طبيعي. بعد ال3 شهور انا مش بقول بقى ما تشيليش ابنك خالص، او مش بقول برضو شيليه طول الوقت، لازم تبتدي توسطني امورك. اول حاجة انتي بتكون بدأ يبقى عندك خبرة في العياط، العياطة دي عياطة ايه؟ احنا بنبقى في المطبخ والعيال بتعيط برا مثلا صرخة كده، فمثلا جوز يجي من حمام مخضوض جدا على الصرخه اقول له لا 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 ما تقلقش، دي فلانه عملت كذا فهي بتعمل، خلاص انت بتبقي خلاص ذاكرتي الكتالوج كله، عارفه ان في عياط اللي هو دلع، وفي عياط او استهبال يعني وجذب انتباه، وفي عياطه تانية اللي هي واجعه، حاجه واجعه بجد خبطه انا لازم اجري، وفي عياطه انه بتحضر مصيبه عملتها وجايه تقول لك عليها عشان خاطر ما تتعاقبش. فهي كل عياطة وليها معنى، فانت لازم في السن الصغير على التالت بتبقي بدأتي تحسي ده عياط الجوع ولا ده عياط النوم والأريفة، وما تستنيش اما يعيط عياط النوم، نيميه في ميعاد نومه. وهقولك شوية على تنظيم النوم دلوقتي، علشان هو لما بيعيط عياط النوم بيبقى خلاص هو مخه ضرب، بيبقى خلاص صعب تسكتيه او تسيطري عليه او تعملي كنترول ان هو حتى ينام نومة مرتاحة.
لان جسمه بيبتدي يفرز هرمونات تصحصحه من كتر ما انت تجاهلتي او ما شفتيش غصب عنك يعني العلامات بتاعت النوم. فنمره واحد، انا عاوزاكي تبقي فاهمه العياطه دي عياطه ايه، علشان هتكبري مع الوقت مع الخبره هتبنيها انه هيبقى ابنك سنه انت عارفه العياطه دي هو فعلا بيتدلع ولا هو فعلا عايزك تشيليه. عند سنتين هتبقي فاهمه هو فعلا قادر يمشي ولا بيقولك شيليني عشان شيليني عشان هو تعبان فعلا، ولا شيليني عشان خاطر احنا ايه بنستعبط في اللحظه دي واحنا في الشارع ومش قادرين، فامشي حبيبي معايا. فاول حاجه حاولي تفهمي بالراحه بالسنس كده العياطه. نمره اتنين ودي مهمه جدا، نظمي النوم. يا جماعه تلات ارباع زن العيال وعياطهم وان هم عايزين يشيلوكي قله نوم ولخبطه نوم. هو بيشيلك عشان تنيميه، هو في الغالب بيبقى بيشيلك عايز منك حاجه، مش دايما بتبقى الحنان بس، بتبقى الحنان والنوم، بتبقى الحنان والرضاعه عشان هو بيسند. فهو بيشيل تلات ارباعها، والامهات عارفه وانتوا نفسكم قولوا لي تلات ارباعها نوم. الربع التاني زهق، انا زهقان. عارفين الفيلم بتاع امير البحار اما كان في راجل قرصان واخده بيقولهم انا زهقان سلوني؟ هو بالظبط العيال بتعمل معانا كده، انا زهقان فشيليني سليني. يعني انت هتسيبيني قاعد زهقان وانت بتغسلي المواعين التافهه دي انت بتعملي ايه؟ ما مش مهم الناس تتغدى، المهم انا اتسلى. هو حبيبي بيبقى في الاول سيلف سنترد جدا، مش شايف حبيبي في الدنيا غير نفسه. فتلات ارباع عياطه الزن والشيل يا ماما دي نوم، والزن كمان والاريافه الغلسه نوم. فانا لو نظمت النوم بتتحل معايا مشاكل كتير. اول حاجه في خلقه ربنا عشان العيال تنام ان انا اعدل اليوم، اليوم اللي اتعكس مني من ساعه ما ولدت لازم اعدله، انا الاوان بقى ان انا اعدله. ومحدش يقول لك لا ده في السنه الاولى لازم نقلب النهار، لا مش لازم نقلب النهار. انا دايما اقول المثل التقليدي ده، انا عندي بنتين، فبنتي الاولانيه كنت فاكره الموضوع ده وبيقولوا لي كده اقلبي اليوم لغايه ما بنتك تكبر. لما جت بنتي التانية وبقيت مضطرة ان الصبح الكبيرة هتصحى تروح المدرسة، بقيت غصب عني لازم انام بالليل عشان هصحى الصبح اعمل اللانش بوكس، فلازم القط ساعتين على الاقل يا جدعان بالليل واحنا نايمين. فسبحان الله اليوم اتعدل، فبقى بينفع اننا ندخل الاوضة بالليل ونقفل انوار ونهدي، ولازم تهدي من قبلها بساعتين. ليه؟ هرمون النوم اللي في الجسم ربنا عامله مناسب للطبيعة، الطبيعة بتقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني النهار صحيان وزقططة وتنطيط والليل سكن. فربنا عامل ايه؟ عامل ان من الساعة 6 الدنيا تبتدي تظلم، طبعا بغض النظر عن التوقيت الصيفي بس في التوقيت الشتوي والصوت الشتوي على الساعة 6-7 الدنيا تبتدي تغيم وتظلم. فهرمون الميلاتونين بيسموه الداركنس هرمون، هرمون النوم بيسموه هرمون الظلام، ما بيطلعش غير في الضلمة. فالناس يبتدي الهرمون يشعشع عندها ويبتدي البيك بتاعه الذروة بتاعته توصل على 8-9 بالليل، فالإنسان يبتدي يحس انه أنا بتاوب أنا عايز أدخل أنام. طبعا كلنا بنتاوب وعندنا هرمون النوم في أوج ومجده، بس هما العيال يدونا فرصة. وبعدين يعلى يعلى لغاية ما يوصل البيك بتاعه على الساعة 1 بالليل، فتحسي إن الطفل خد النومة العميقة بتاعته قوي لغاية 1. يقل هرمون النوم على الساعة 4 الصبح، فتحسي ان من الفجر العيال بدات تزقزق في السرير مش نايمه مرتاحه. وسبحان الله تيجي على 4 الفجر الناس تصحى، الطبيعي بقى ان 4 الفجر يقل، فالناس على 5-6 تبتدي تقوم، المفروض انها بقى بتصلي الفجر وبتنزل وتعمل نشاطها الطبيعي. فدي الفطره. هرمون النوم بيطلع في لبن الام لما حللوه لقوه بيطلع بالليل اضعاف بالنهار. وعايزه اقول لك حاجه غريبه، سبحان الله في كل الكائنات، يعني اللبن البقري الناس اللي بتعمل شركات البان لما بيجوا يحللوا لبن البقر بيلاقوا نسبه الميلاتونين فيه اضعاف بالنهار، بالليل اضعاف بالنهار. فهي الفطره، احنا بس نسيب الكون يمشي بالناموس بتاعه والموضوع هيمشي كويس. الفكره اللي انا عايزه اقولها انه انا لازم اعدل يومي، لازم الصبح ابقى بصحى بنور بعمل اصوات بخبط في الحلل بالبلدي كده بتتقال، وبالليل الدنيا هاديه. اللي مش عارفه تعدل يومها عندها طريقه من اتنين، يا اما طريقه مفاجاه انه يلا النهارده بقى انا في ناس هتساعدني في البيت، فرصه مثلا مامتي معايا، جوزي اجازه، اختي جت تساعدني، اي حد، فانا النهارده مسهلله مش هنيمه اطول من نص ساعه وهنفضل نسهلل نسهلل ما تنامش لغايه ما تيجي الساعه 8 بالليل نقوم داخلين هوب ننام لبكره. طبعا هنقوم نرضع كل ساعتين بس ماشي.
وفي ناس تانية بتعمل الطريقة اللي هي التدريجية، بتبقى أرحم شوية. اللي هو مثلا أنا مثلا أم متعودة إن هي بتنام الساعة 3 الصبح وبتصحى الساعة 1 الظهر، اصحي 12 الظهر بدل واحدة، اصحي 12 وادخلي السرير 2 بالليل، اليوم اللي بعده كل يوم ادخلي السرير بدري ساعة واصحوا بدري غصبا عنك، معلش اصحي بدري ساعة، هتلاقي نفسك على اخر الاسبوع بترحلي رحلتي 7 ساعات لفوق، فوصلتي للميعاد الطبيعي من غير ما تحسي بالمشقة بالزقة الاولانية. فلازم اولا لازم نعدل اليوم من اول، مثلا قولي مثلا البيبي تم شهر 40 يوم، يعني ده سن مناسب جدا انك ما تقلقيش، انت ادخلي واعدلي اليوم وما تقلقيش. نمرة 2 ودي مهمة جدا علشان خاطر البيبي، عشان ننظم النوم، القيلولة مهمة، النوم بيجيب نوم، الطفل اللي بياخد قيلولة مرتاح بينام بالليل مرتاح. بيقولولك ما تناميهوش بالنهار عشان ينام لك كويس بالليل، ده غلط. اللي بينام بالنهار مخه بيرتاح، اللي ما بينامش القيلولات المظبوطة بتاعته بالنهار، بس تبقى قيلولة بدري مش قيلولة قبل ميعاد النوم بساعة، ما كده طبعا هيسهل طول الليل، انما تبقى قيلولات بدري، جسمه الهرمونات وافراز الهرمونات في جسمه بيبقى مظبوط، جسمه بيبقاش مستثار، ما بيطلعش ادرينالين زيادة عن اللزوم ويصحصح نفسه. فنومه بالليل مع الوقت بيبقى عنده حاجة اسمها سليب هايجين، زي ما تقولي كده عادات نوم صحية ونظيفة بتخليه نام بنظافة بعمق. اول قيلولة الطفل بياخدها دايما البيبي بعد ما يصحى بنص ساعة، ساعة الا ربع، الاطفال الاكبر شوية بيحتاجوا اول قيلولة يمكن بعد ساعة ونص. عارفاها دي؟ عارفاها النص ساعة الغبية دي اللي هي بيبقى صحاكي وشربتي النسكافيه وقمتي وفقتي وبعدين تلاقيه بيعيط عايز ينام تاني؟ طب ما احنا كنا نايمين يا حبيبي، قومتني ليه؟ ده انا قمت بالعافية. عارفة الاحساس ده؟ هو بيبقى عايز ياخد اول ناب، هو ربنا خلقه كده. امسكي فيها بقى بايديكي واسنانك وابتديها صح القيلولة دي وخدي اللي بعدها. بتتكلمي ان في اول 6 شهور البيبي يمكن بياخد حوالي 3 قيلولات، في الاول يمكن اغلب نهاره نوم وبيصحى في النص حاجات بسيطة، مع الوقت عدد القيلولات يقل، تلاقيه بياخد مثلا بتاع 3 قيلولات بالنهار، يوصل لغاية السنة تلاقيهم خلاص بيقلوا بقوا قيلولتين من 6 شهور لسنة، يمكن بعد السنة تلاقيهم قيلولة واحدة، في اطفال بتمشي حالة بقيلولة واحدة ومفيش جدول ثابت، كل طفل غير التاني. في طفل بيسموه كات نابر، بينام نوم العصفورة، ياخد ناب نص ساعة ويقوم مفنجل وزي الفل. وفي طفل تاني ما ياخدش كذا قيلولة، ياخد قيلولة واحدة بس، لما ياخدها بجد، ياخد الساعتين الحلوين اللي ماما بتلحق تنشر فيهم الغسيل وتولع على الأكل وتلحق نفسها. فسبحان الله كل طفل ليه الطبيعة بتاعته. آخر حاجة مهمة، الأوتي الكيوز أو المفاسيح بتاعة النوم من أولها، يعني ابني بدأ يدعك في عينه، بتديله لعبة بيرميها، تديله لعبة تانية يرميها، ما هو بيقولك أنا زهقان، أنا مش انترستد في اللعب، أنا مش مهتم، أنا عاوز أنام. فتلحقيه تنيميه من اول ما يبتدي يعمل كده، ما تستنيش اما يتاوب ويبتدي يدعك في عينيه جامد ويعيط ويصرخ، وفي منهم بيشد في شعره ويخبط على ودانه ويخبط ساعات راسه فيكي. هو وصل لمرحله بقى عامل زي الشاب المطبق. فاكرين زمان لما كنا بنطبق على الامتحانات؟ في الاول كنا بنبقى تعبانين جدا 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 وعايزين ننام، بعد شويه من كتر ما سهللتي جسمك بيقول لا دي مش عايزه تنام، دي عايزه تصحى، فانا هبعت لها بقى ادرينالين وكورتيزول وحاجات تصحيها، فتلاقي نفسك هاي بارتي كانك نايمه بقالك كنت عادي مش مطبقه ولا حاجه. فهو ده اللي بيحصل لهم، انت ما بتلحقيش الناب او القيلوله، فبتلاقي الطفل سهلل سهلل جدا جدا ومصحصح، وتدخليه نام ما يرضاش، وحتى لو نام تلاقيه قلق بعدها بشويه. اخر حاجه نصيحه في النوم، عالجوا الارتجاع يا جماعه، نص لخبطه النوم ارتجاع، بس احنا ما بناخدش بالنا منها، فاكرين ان الارتجاع انه البيبي هيرجع، لا يا حبايبي، في ارتجاع علاماته ما بتبقاش مستدعيه خالص ان البيبي يرجع. ساعات في ام تقولك انا ابني انا لبني كويس قوي بس ابني ما بيزيدش خالص في الوزن، والدكتور كاتب لي على صناعي، وتطلع المشكله ساعات ارتجاع، هو اللي بياخده ما بيستفدش منه. في ام تقولك انا ابني بيريل كتير جدا وهو عنده 2 أو 3 أو 4، هو ده تسنين؟ مش ممكن هيطلع التسنين هو 2 إلا يعني لو فلته، يعني 1 في المليون، إنما مش في المليون قوي يعني 1%، بس هو في الغالب ما بيكونش تسنين، بيكون ارتجاع، لأن الارتجاع بيرجع كل العصارة الهضمية، فبيطلع على وشه الريالة ويبتدي يظهر حبوب من كتر الريالة. في أم تقولك أنا ابني بيخنفر كتير قوي بالليل،
مناخيره بتتقفل خالص بالليل، ده ارتجاع، ساعات بيبقى ارتجاع مش دايما بس ساعات بيبقى ارتجاع. في ام تقول لك انا ابني ما بيرجعش اللبن بس عنده شرقه كده بيشرقها او كحه كده، تحسي كان بقه كان فيه ميه وبيكح، بالذات بتحصل وهو نايم بالليل، ساعات بتطلع ارتجاع. في ام تانية بقى اقول لك انا بتقول لك انا ابني بيعيط وهو بيرضع، مبقاش فاهمه بيعيط ليه، اشيله من الرضاعه الاقيه بيعيط عايز يرضع تاني. طب انت عايز ايه؟ بيرجع راسه لورا كده ويفرد رجليه وما يبقاش طايق، عايز يرضع بس مش عارف، عنده حمو هنا في فم المعده فبيرجع راسه لورا من كتر الحمو. هو لما بيتعالج صح وبياخد الدواء بتاع الارتجاع، انتوا مش متخيلين ساعات بيبقى كانه منوم، فالطفل بينام بينام كويس. يبقى انا عشان ابني يبطل زن وعياط ويمسك فيا طول الوقت، نمره واحد انا محتاجه افهم عياطه، نمرة اتنين انا محتاجة انظم نومه. صدقيني لو نظمتي نومه، والموضوع مش حل يوم، هو بياخد وقت اسبوع واتنين وتلاتة، مع تنظيم النوم تلاقيه لما قام مفرفش، فاحتياجه لانه يشبط فيكي بيبقى اقل، بيبقى عنده فرصة ان هو يتعرف على اللعب اللي في الحواليه في الدنيا. نمرة تلاتة، حاولي تعودي الطفل على الناس اللي حواليكي. احنا ساعات بنبقى خايفين على العيال قوي او حاسين ان احنا اللي فاهمينهم بس، والناس اللي حوالينا مش هيعرفوا يفهموهم زينا او ياخدوا بالهم مننا منهم زينا، او بنبقى مكسوفين نطلب حقنا مع انه ده حقنا ان الناس تساعدنا، وده طبيعي ان الناس تساعدك. فده بيخليكي انت اللي طول الوقت لازقه للطفل، فهو ما بيتعودش على حد غيرك، ما بيشوفش حد غيرك فبيفضل لازقلك. لا، هو محتاج يتعود على بابا، هو يتعرف على بابا، ده بابا ده هيطلع لذيذ جدا. وبعدين ما فيهاش حاجه خالص لما الاب ياخد الطفل نص ساعه، انا بكلم الابهات يا ريت يا جماعه تقولوا للابهات زي ولادكم يعني، ما فيهاش حاجه. انت جاي راجع من الشغل، ربنا يقويك ويعينك، وطبعا فوق راسنا، بس انا ست بشتغل اهو بقالي 20 سنه، انا بقول لك الامومه اصعب من الشغل، والحمد لله يعني بشتغل كتير، وكنت بنزل نبطشيات، وكنت بشتغل 3 شغلانات، وكنت بدرس في الجامعه وبشتغل في مستشفى، ويعني بشتغل كويس اهو يا جماعه. طبعا مش بشتغل مجهود عضلي كبير زي ناس بتشتغل مجهود عضلي، ربنا يقويهم، ومش بعلي على حد، لانه في الهدف في الاخر مش ان الراجل والست يقعدوا يعلوا على بعض او يقولوا مين هو يعيني بيتعذب في الدنيا اكتر، ما هو ده مش الهدف، هو بس الهدف ان يبقى فيه رحمه وتفاهم واحساس ان الطفل مش بس مسؤوليته ماديه من الاب، ان هو يضحك في وشه يعرف يكلمه كده، تعرفوا عليهم هتلاقوهم لزاز جدا، خصوصا معاكم ما بتبقوا لزاز معاكم واحنا الاشرار، يعني هتنبسطوا جدا في التجربه دي على الاقل لغايه ما الام بس تدخل تستحمى، لان ده حق منطقي وبديهي للانسان. فتعودي ان انت تطلبي، ده حقك، وتعودي حاجه اسمها الديليجيشن، يعني حتى في الشغل بنتعلم الديليجيشن، يعني اسمحي للناس اللي تحتك تساعدك. في نوعيات من الستات بتبقى عايزه تعمل حاجه بيرفكت، وعايزه تعمل كل حاجه بايديها عشان تطلع بيرفكت. مفيش بيرفكت يا جماعه، الكمال لله وحده. البيرفكشن الحقيقي الصح اللي بجد هو ان انا افهم طبيعه كل مرحله، ويبقى عندي مرونه كافيه وارتب اولوياتي صح. انا في مرحله عندي فيها بيبي، ده مش زي ما انا عندي طفل 11 سنة. انا لو ابني 11 سنة ما انا هعرف يبقى عندي متسع من الوقت ان انا ادخل استحمى وان انا نام بالليل نوم متواصل، هيبقى عندي مسؤوليات وهيبقى عندي مجهود ذهني كبير جدا بعمله معاهم، لان التربية مش سهلة. بس مش زي اللي عندها بيبي، على الاقل اللي عندها طفل كبير بتعرف تطبخ، بتعرف تدخل تطبخ لوحدها. فانت في مرحلة صعبة بس مؤقتة ومش بتعيشي بيها طول الحياة. لو فضلتي من جواكي في انكار انه لا ده ما ينفعش، انا لازم بيتي يفضل تحفة زي ما كان زمان، انا لازم اعمل 100 صنف اكل زي ما كنت بعمل، لا مش لازم تعملي 100 صنف اكل. انا والله يوم الاربع اللي فات في الكورس بتاع الامهات كان عندنا يوم عن العند والعصبية بتاعت البيبيز والزن والحاجات دي، كنت بقول لهم والله يا جماعة انا اول حلة ورق عنب اعملها يمكن من سنتين واكتر، ورق العنب كان بيقعد عندي في الفريزر لغاية ما يبوظ، ما كنتش بلحق. هل انا زعلانه اني ما بعملش ورق عنب؟ خلاص معلش، يعني فيها ايه؟ خلاص يعني ما بقيت ست ناقصه عشان ما بعملش ورق عنب؟ ما انا ما بعملش ورق عنب بس بعمل بنات زي الفل. لا واحده فيهم بعد الشر مثلا جالها نزله معويه عشان اكلت حاجه، ولا واحده جالها تسمم عشان انا واخده بالي منهم ان هم ما يتسمموش. انت عندك اهداف كبيره ان الطفل ده يفضل حي
وان الطفل ده يفضل محبوب وكويس، وانه يفضل بصحة كويسة، وانه يمشي ويتكلم. انت اول سنة انت بتشكلي كل حاجة، بيتكلم ازاي، بيبص ازاي، بيعمل، بيمشي ولا لا، بياكل ولا مطلع عينينا في الاكل، فانت مش بتتدلعي. فبالتالي كل مرحلة لازم تبقي حاطه لها اولوياتها عشان انت تهدي، خفي توقعاتك بقى شوية، وسيبك من الناس التانية اللي بتدعي المثالية، او الناس اللي بتقعد تقارن. ما تقارنيش على فكرة، هم مش الغلط فيهم، الغلط لو انت صدقت المقارنات. المقارنات دي ساذجة جدا. لا تقارني بالسوشيال ميديا وتقولي اصل فلانة بتطلع بيتها نظيف جدا وبتعمل روتينات معرفش مين ده في الكاميرا. يا جماعة انا وانا بصور لايف دلوقتي اكيد مش هوريكم ان اللعب والله العظيم مرميه في كل حته. انا مش عايزه اوريكم المنظر ان اللعب مرميه. انا بعد ما شغلت الغساله لقيت هدوم وفانيلات تحت الكنبه، انا موت واعرف حطوها تحت الكنبه ازاي. ما انا مش هوريكم الكلام ده. انا ساعات بعمل لايف من الصالون، اقوم متاخره كده الغسيل ال 12 على الصالون، واقعد كده اعمل فيها هانم كويسه وشيك واعمل اللايف. فالناس على السوشيال ميديا حماده، وفي الحياة حمادة تاني خالص. ده كده يعني، ده أنا، ده في ناس بقى بتعقد على رأي اللبنانيين والشوام. فما تقارنيش بحد. وبعدين ما تقارنيش بحد مثلا من صحابك أو قرايبك عنده أطفال. أقولك ليه؟ اللي عنده طفلين غير اللي عنده طفل واحد. أنا لما كان عندي بنت واحدة كان طالع عيني أكتر بكتير في إن أنا سليها. أنا مش بقول في المجهود، وطبعا مجهود الاتنين مجهود كبير، بس اقصد انه لما بيبقوا عيلين مع بعض بيسلوا بعض. لما بنتي الكبيره كانت لوحدها هي كانت بتتسلى بيا انا. يعني انا لو حد من العيال قعد معايا لوحده، ماما قالت لي مثلا انا هاخد الكبيره، اقول لها لا انت سيبي لي الكبيره، انا لو قعدت مع الصغيره لوحدي هسيب لكم البيت وامشي، هتفضل مش هتديني فرصه اعمل اي حاجه. انما لو معاها اختها بيسلوا بعض. فكل بيت فيه ظروف، في بيت فيه صبيان بيقلبوا الدنيا، في بيت فيه بنات، في بنات هاديه، في بنات ما يعني بتعمل شقاوه في البقلاوه، احنا بنسميها عندنا في البيت عملنا شقاوه في البقلاوه. فكل بيت غير التاني، ما تقارنيش بحد. في واحده بتشتغل فظروفها استحاله بقى يا جماعه هتبقي بتشتغلي وكمان بتخلي البيت على سنجة 10. خلينا بس واقعيين. وبعدين الستات دلوقتي ما بقتش بتنزل الشغل رفاهيه. انتوا شايفين الاسعار بقت عامله ازاي وتحديات الحياه بقت عامله ازاي. هي في الاخر ما بتنزلش الشغل عشان تجيب لنفسها شنطه غاليه، هي نازله الشغل عشان تكمله في الايجار والعيال تكمل في مستوى وتعليم تتعلم يعني عشان البيت يمشي. في ناس مش قادره تمشي بيوتها. فما تقعديش بقى تحطي فوق راس الجبل. انت في مرحله عندك فيها تحديات كبيره، ان انت صحتك لسه بتستعديها بعد الولاده، عندك بيبي صغير معتمد عليكي كليا. الحمد لله انك اخر اليوم تقولي كده انا ابني الحمد لله كل ورضع ووزنه زاد وخد فيتاميناته والحفاضه بتاعته الحمد لله ما كانتش مالها بتوش، وركزت في ان انا اعمل للبيت غدوه اتغدوها، مش لازم تبقى حاجه فانسي مكرونه او اي حاجه، بلاش مكرونه وبانيه لاني مش مقتنعه ان المكرونه والبانيه دول بصراحه مش مقتنعه انهم اسهل اكله. ما اعرفش اللي انتوا جايبين انهم اسهل اكله الا لو البانيه متبل يعني، انما لو انت هتتبلي البانيه انت هتغسلي مواعين العالم كله. ما علينا، انتوا برضو يمكن ليكوا راي تاني. فانت كويس قوي انك قادره تحافظي على الاساسيات اللي في بيتك وتحافظي على ذكائك يعني والباقي من ذاكرتك مع قلة النوم الرهيبة. ده تحدي رهيب. انا عاملة فيديو مخصوص عن قلة النوم هنزله في الطبطبة. قلة النوم دي انتوا مش عارفين بتعمل ايه في البشر. فكون ان انت بقالك كل الفترة دي ما بتناميش انت جبارة. فلو سمحتي خفي توقعاتك علشان انت هتلاقي نفسك عندك توقعات عالية ونفسك تعملي حاجات كتيرة، بس البيبي مش مديكي فرصة وبيزن، فبتقعدي تعيطي وتتعصبي عليه وتزعقي حتى هو لو مش فاهم انت بتقولي ايه، بتجيلك لحظات بريك داون انهيار عصبي وبتعيطي وانا مش لاحقه، او تتخانقي مع جوزك او 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 ممكن يكون جوزك فعلا عايز البيت يبقى بيلمع، ممكن يكون عايز طبخات فظيعه، بس عارفه ايه هو اكتر حاجه عايزه فعلا؟ ان يقعد معاكي ربع ساعه رايقين من غير نكد. فهو لو جاء النهارده ما لقاش البيت على سنجة 10 الا بعض الرجاله يعني بيبقى الموضوع عندهم اوفر شويه، بس لو هو جاء ما لقاش البيت على سنجة 10 بس لقاكي رايقه ومسرحه شعرك، انا مش هقول عامله شعرك، احنا دلوقتي بنعمل بس ان انت تسرحي شعرك، هو هيجي يقعد تنبسطوا العشر دقايق الربع ساعه اللي انتوا قاعدين. فلو سمحتي خففي توقعاتك. رابع حاجة مهمة جدا بقى علشان العيال فعلا ما تشبطش فيكي جامد، انه لازم يبقى فيه مصدر للتسلية غير الكرتون.
الكرتون بيخرب السايكل. ليه؟ انا المفروض والده بيبي خلفته ما يعرفش حاجه في الدنيا، لسه هعلمه ازاي يلعب واعلمه يستمتع، هو يستمتع باللعب ويقعد جنبي يلعب وانا بطبخ. هو ما يعرفش اللعب على فكره، احنا اي لعبه بنعلمها له في الاول، بنجيب العروسه ونجيب ما اعرفش ايه ونسرح لها شعرها. عشان كده العيال اللي عندهم اخوات بيلعبوا اكتر، بيتعلموا من اخواتهم بسرعه وبيعرفوا ازاي اللعب فبيتسلوا. فهو بيبقى لسه عايز تعلميه اللعبه مره او اتنين عشان يعرف يلعبها لوحده. لما بتشغلي له التلفزيون، الكرتون ده بالنسبه له يعني عالم بياخد المخ، فهو بيقعد قدام الكرتون بيفتكر ان دي التسليه. مع الوقت كل ما يزهق بيدور على ايه؟ مش بيدور على انه يلعب، بيدور على انه شغلي لي الكرتون لان دي وسيله التسليه الوحيده. هو ما فهمش، ما اتعلمش ان في طرق تانية. وفي حاجه برضو مهمه، تسليه الطفل مش مسؤوليه الام. انا لو فهمت ان انا دوري اسليك طول الوقت انت وانت ما بتزهقش، وكل ما بتزهق بتيجي تقولي انا زهقان زي الراجل بتاع الفيلم بتاع امير البحار، مع الوقت انت مش هتسعى خالص ان انت تدور على لعبه، هيبقى عمرك 4 و5 سنين وقاعد جنبي كده ما بتعملش، ما طوبه ما بتحاولش. لا، انا دوري ان انا اجيب اللعبه وابداها واخلع، فاهمه؟ العبها معاكم مره واخلع في النص، اول ما الفن يشتغل والانبساط يحصل اخلع. دوري على لعب العيال بتحبها، بالذات وقت دخول المطبخ، عشان دي اكتر وقت احنا فعلا بنبقى هنطق. يعني انا في اوقات ببقى شايلاها ومثلا بغسل حله، قولي لي انا هغسل حله ازاي وانا شايلاها؟ ما ليه حق بنتي تقولي ان انا اخطبوط، هعملها ازاي تقنيا الا لو حطاها في الشياله. ودي فكره حلوه على فكره، الاطفال اللي بتبقى هاي نيد او محتاجه الام قوي او ماسكه في الام قوي او عندها ظروف وفي الاول، حطيها في الشياله، هاتي شياله بس سهله بحيث تلحقي مثلا حتى تطبخي شويه حاجه، تتبلي حاجه، وقت الطبيخ وقت البوتاجاز بس هو اللي تشيليه بعيد، مهما كان هيعيط يعيط بس ما يتحطش جنبك على البوتاجاز. سلي بقى العيال اللي هم من 6 شهور وانت طالع، سليهم وهم قاعدين بيلعبوا، اصل اصغر من 6 شهور دول ما بيبقوش بيلعبوا، هم بيبقوا بيريلوا على اللعب. بيبقوا حبايبي لسه. انا مش بقول ما تلعبوهمش، لعبوهم طبعا، بس تسليتهم بتبقى صعبه شويه. دوري على حاجات، انا اقول لك اكتر حاجات بيحبوها عندي ايه في البيت، مغناطيس الثلاجه. والامهات اللي بتخاف ان العيال تتكهرب من الثلاجه، طبعا دي مش دعوه للكهرباء ولا حاجه، هاتي البورد، انا عندي بورد في المطبخ كده بكتب عليها الحاجات اللي عايزه اشتريها او النواقص او تتبيله حلوه حاجه كده حصلت بالبركه، فاكتبها عشان ما انساهاش. ويقعد يلزق، ياه هات المغناطيس من هنا ووديه هنا واعملوا اشكال، دي حلوه قوي بقى بالذات لما يقفوا. انا عايزه اقول لك لما يقفوا لعبتهم الاساسيه على الثلاجه وانت هتشوفيها بنفسك، وعلى البوتاجاز طبعا والبوتاجاز مقفول، ان هم يطلعوا يبصوا لنفسهم كده ويبصوها ويرجعوا تاني، دي تبقى لعبتهم الصغننه العبيطه جدا في الاول. طبق بلاستيك عندك مثلا، دولاب في المطبخ بعيد كده افتحيه ويبقى كله اطباق بلاستيك، على قوالب كيك، على اللي هي الحاجات بتاعه البسكوت الصغيره دي، على مثلا بوله ايس كريم، طبق شوربه، سباتيولا، السباتيولات دي عشق عندهم. وبيحبوا بقى الحلل على فكره الاستانلس اكتر من الحلل العاديه، بتديهم ايحاء كده بالتخبيط عزف. سيبيه كده يقعد بالاطباق البلاستيك وشويه، انا مش بقول لك هاتي لعبه، مش كل الناس بتقدر تجيب لعب، وحطيه كده يعك. اقول لك حاجه بقى، المسلي الاكبر طبق بلاستيك صغير من اللي بتغسلي فيه الفراخ، امليه شويه ميه، انا جايباه صغير عشان ما نبهدلش الدنيا قوي، وفرشي له بس المفرش البلاستيك ده اللي هو بيتحط على الاكل ده وبنشيله، وقعديه بالميه مع اي حاجه، جردل، معلقه وكوبايه بلاستيك فاضيه، اي حاجه، ده الميه دي بتاخد منهم يعني مجهود يا ربنا. انما اللي يقولك اصل هاتي اللعبه الفلانيه دي هتشغل ابنك طول الوقت، لا، هتجيبي 1000 حاجه وفي الاخر هيسيبها وهياكل الشبشب والريموت. هاتي كرايونز اللي هي الوان الشمع اللي ما بتعلمش، مش قادره تجيبيها ولا يهمك، هاتي لام الرصاص وورقه، ودي من اول السنه اديله كراسه رسم وقلم وشخبط شخبط شخبيط ومسك الالوان ورسم على الحيط وتزيله، المهم بس ما يحطهاش في بقه. الدومنة، عارفة لو عندك في البيت دومنة استعوضي فيها ربنا، وديله 5 6 منهم
لان مش هتلاقيهم تاني. ده السن الصغير بقى اللي هو 5 6 شهور ده اللي عايز حاجه ضمنه. ازازه بلاستيك، ازازه بيبسي خلصت وغسلتيها وغطاها، هيفك الغطا ويقعد يركبهم في بعض. انا بقول لك بقى لعب عمليه، المفروض على فكره الحاجات دي يعملوها لنا لعب. مفاتيح ادمت عندكم، بس انا بصراحه مشكلتي ان بيحطوها في بقهم مع الصدى، يعني بحس ايه اللي بيحصل ده. يبقى انا عملت ايه تاني بسرعه علشان الطفل يبطل زن ويمسك فيا؟ نمره 1، فهمت عياط ابني سببه ايه. نمره 2، نظمت النوم بتاع البيبي. نمره 3، لو في ارتجاع او الم او مغص او تسنين او حاجه اديته حاجه ساقعه ريحته، لان التسنين فعلا فعلا مجهد. عضاده، خلي عندك كام عضاده في الفريزر وطلعي من الفريزر، بس التلاجه ما بتعملش حاجه اليومين دول، هي الفريزر. خياره لو هو بعد الثامن قشريها كده ساقعه يمسكها، وممكن بقشرها من التاسع عادي سقعيها يمسكها. نمره 4، ما لا يدرك كله لا يترك كله. قسمي توقع، انزلي بسقف توقعاتك شويه، واعرفي ان طبيعه المرحله ان يبقى في مرونه. تقبلي ان دي عشتك الفتره المؤقته دي وانها هتتغير، فمش لازم كل حاجه تبقى على سنجة 10، يعني اللي بنقدر نعمله يبقى كويس قوي عشان نقدر نكمل. نمره 5، لو تقدري تجيبي باونسر او مرجيحه او شياله للبيبي تساعدك في الوقت اللي انت بتشيلي فيه ده كويس. نمره 6، لعبيه، اديله لعب يلعب فيها. من الحاجات اللي انا قلتها. نمره 7، قللوا الشاشات والكرتون. هو اصلا ممنوع قبل السنتين والله الكرتون، بس انا مش جايه لكم من يوتوبيا، انا عارفه الواقع بيحصل فيه ايه، بس فعلا الكرتون هيهايبر الطفل وهيلخبط نومه وهيضيع شهيته. او في اطفال تاكل تتخن كتير قوي قدام التلفزيون، في اطفال تانية تفقد الشهيه. ليه؟ لانه ما بيلعبش فما بيتحركش فما بيحرقش فما بيجوعش، مش زي اللي بيفرك طول النهار في الارض رايح جاي او بيفرك يلعب، ده بيحرق اكتر. فقللي الكرتون، ده هيفرق جدا في الاستثارة العصبية والمود والزن والعياط والصريخ الكتير اللي ملوش، يعني ملوش لازمة. لكن اخر حاجة كنت عايزة اقولها، الانسحاب التدريجي. اتعودي تعملي انسحاب تدريجي، يعني انا النهاردة قاعدة جنبك انت على حجري، بعد كده لازم اتعود ان انت قاعد جنبي على الكنبة وانا قاعدة، انت قاعد بتلعب اهو معاك شخاليلك مش لازم على حجري وانا قاعدة جنبك، بعد شوية انت قاعد ومعاك الشخاليل وانا بعيدة عنك شبر. ده بنسميه انسحاب تدريجي. بعد شوية هتلاقي نفسك قاعدة جنبه على الارض وهو بيلعب، قاعدة على الاخر الكنبة وهو حس بامان في المكان ده وقعد. ما تجبريش الطفل ان هو يتعود على حد فجأة، او يجيلكوا ضيوف وتبقي متوقعة ان هو هيسلم عليهم ويبوسهم وتف على عمه والحاجات اللي غريبة جدا الناس بتعملها دي. هو يعرفك منين اصلا؟ يعني الناس اللي بتستغرب وتقول اصل ابنك مش اجتماعي، اصل ابنك كش قوي، هو يعرفك منين؟ لو ما يعرفكيش، ما هو لو بيرايل على اي حد بيشوفه من غير ما يبقى عارفه هيبقى هبل. هو طبيعي ان في حاجه اسمها سترينجر سفير، الخوف من الغرباء، بتحصل للطفل من اول التاسع نتيجه لتطوره الاجتماعي، انه بدا يفهم ان في بابا وان في ماما وان الباقيين اغراب، فبدأ يقلق منهم عشان هو عين ناصح، فما بيفتحش للناس حضنه بسهولة. ده مش معناه انه اتم ولا مش اجتماعي ولا اي حاجة، ده معناه انه عيل بيفهم وبيتطور كويس. والجمعية الامريكية لطب الاطفال بتقول انه شغال كويس قوي وزي الفل. انت زي الفل يا جرمين. فهو طبيعي ان انا مثلا هروح عند تيتا، لو قمت وسبته فجأة هيعيط. انما لو انا قاعدة بلعب عند تيتا النهاردة من اول النهار، ومع الوقت هو حس بامان في الاوضة دي، ارتاح في الاوضه دي، بقى عارف ابعادها، بقى عارف ماما قاعده فين، بقى عارف تيتا دي لذيذه ولا النهارده قفش عليا ولا قفش على ماما، الفايبس يحسوا الفايبس. اوكي خلاص هي لذيذه، مع الوقت هتلاقيه بيقوم بتقدر الام تنسحب. وبلاش يا جماعه الانسحاب المفاجئ بتاع احنا هنضحك عليه ونقول له بص العصفوره وماما هتجري، ده بيعلم الطفل انه ما يحسش بامان خالص وانت ماشيه، فبيبقى ماسك وشبطان فيكي قوي ومش فاكر عارف انت جايه ولا لا، بيحس انه اتخدع. هي كلمه كبيره قوي وواسعه بصراحه، بس هو ده اللي بيحصل. الصح ان انا اقول له حبيبي انا لازم انزل عشان انا رايحه اجيب حاجه وجايه بسرعه، وانا جايه اجيب لك معايا ايه، نفسك في ايه، وادي له بوسه. هيعيط هيعيط شويه، بس هيبقى عارف ان ماما جايه، ماما ما بتضحكش علينا. وحاجه كمان، بنلعب بيكابو اللي هي بخ، اللي هي بنعمل كده ونقول بو،
طبعا العيال بتحبها جدا وبتلعبها معانا بالاشارب، تفضل تبهدلنا طول النهار وتقول بو، بتلعبها مع نفسها لانها لعبه حلوه وبتنمي المهارات وسهله وببلاش ومش محتاجه حاجه. بنلعبها بقى بالتدريج، اللي هو اتعلم ان ماما بتستخبى وترجع، بعد شويه ماما بتطلع بره الاوضه وتيجي تفاجئه، بيبقى بابا قاعد مثلا فيحس ان في انسحاب تدريجي، ان الست دي بتروح وتيجي. دايما بنقول للام اعمليها قبل ما تنزلي الشغل بفتره، بحيث هو يتعود ان هي لو خرجت هترجع بعد شويه، طولي المده اللي انت قاعده فيها بره شويه وارجعي. ده بنسميه الانسحاب التدريجي للطفل، ده لازم يبتدي يحصل مع الوقت. وحاجه كمان، نزلوا العيال تخرج تتفسح، تشوف ناس، تشوف قرايبها، كل مكان مهم ما امكن، لان انا عارفه ان الجو حر ومش كل الناس عندها نوادي ان هي تودي فيها، انا فاهمه. بس انا عايزه اقول لك حاجه، انتوا لو طلعتوا فوق السطوح او طلعتوا على السطح يعني، او طلعتوا البلكونه، انا بشاور على البلكونه عشان البلكونه اهي، طلعتوا البلكونه، كل واحد على قد امكانياته قادر يعني. والله لو جبتي ملايه عملتي بيها خيمه ونور من جواها وقعدتوا جواها ولعبتوا، مليتوا البانيو ولعبتوا، تغيير الجو بيكسر الملل، فبيخلي الطفل هو نفسه فريش، زيك انت نفسك لما تتفسحي وترجعي كده تحسي انك فريش. طبعا لو بتتفسحي من غير البيبي، مش عايزه افتكر الكلام ده عشان ما اعيطش. وعلى فكره العكس، عايزه اقول حاجه للامهات اللي بتبقى زهقانه ان الطفل بيعيط وعايز يتشال، انه اعملي سوادل، الكوفله بتاعه الطفل دي مهمه جدا، السوادل او الكوفله، وبالذات لو حاجه من ريحتك، ده بيخليه برضو يرتاح شويه وهو على السرير من غيرك.